جئت إليكم بالفأل الحسن وبالبشرى، بعض الأخبار المنتظرة. أبشر عاد العيد، أبشر عاد العيد، وعادت الأناشيد. اليوم يوم العيد، لبسنا كل أيدي نحن المسايد. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. عيدك بالبيت أحلى عيد. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، من أجل سلامتكم خليكم في البيت. كل عام وأنتم بخير، نعاد علينا وعليكم صحة وعافية. عيد مبارك from SAIS. I hope this special occasion brings you all peace, love, success, prosperity, health and wisdom. Stay safe. بداية اسمحوا لي أن أهنئ الإمارات حكومة المشاعبل وأن أهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر السعيد، ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة الشعب عاد الله عليكم بالخير والصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير، عساكم من عوادة، عيدكم مبارك. رئيسها الشيخ خليفة بن زايد النياد وحكامها وشعبها، ولمدرسة الشرق الأمريكية الدولية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وعيدكم أحلى في البيت. بمناسبة عيد الفطر المبارك أهني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحكام الإمارات والشعب الإمارات والمدرسة الشارقة الأمريكية. كل عام وأنتم بخير. عبد العزيز محمد النقبي. I have a short sweet message for you. I hope this Ramadan was spiritually uplifting for you and your family, and I'd like to wish you a happy and safe Eid. Hi everybody, wishing you all a wonderful Eid Mubarak to the SAS team, to the parents, and of course our students. This will be my first Eid here and I'm very excited to be spending it in the UAE. Eid Mubarak! أعيادكم وفرحكم.